يا سيد الرسل هدينا هيا برارة إلينا يا سيد الرسل هدينا هيا برارة إلينا يا همة أسد الأقطاب معادنا الصدق والسر بل المهاجر صفي الله ذات ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي لدين الله سقفنا خارج العادات والسيد الكامل مظهر القطر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق واحموا نزكو الغنا من يوم لتش شر والبلوى قوموا بنا واكشفوا عنا يا بيدكم وبكم دنيا سحب البليات والضر يا الله. أحسنت، جزاك الله وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. إن كلهم يذكرهم أو المهاجر بعد الفطور، ثم ذكر العيدروس، ها؟ سقاف بعد العيدروس، وذا الأربعة الأقطار اللي قامت عليها المطرية. ولدوا فين هذا؟ ولدوا فين بلد؟ ها؟ في هذا البلد. كل واحد منكم اتصل بهم. إلا أن الناس في غفلة، ولا سمعتوا الكلام أقول بجدكم وابنكم تنجاب صحب البليات والضرب. من جاكم زمان قال لك ما حد يكلم أصحاب القبور إلا ماتوا، وهم اللي ماتوا الأحياء. الناس ماتت. أنا أدب السلف وسلوك السلف، هل أحد في زماننا من يقع في سلوكه وأخلاقه مثل عيدروس؟ وأيا كان نوعه في أي بلد في الأرض، وقد اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال، يكون مثل ذلك العصر اللي كانوا فيه الناس أهل زهد، وكان في أهل ورع، وكان في أهل قيام ليل، حد يشابه الدرب البعض، فرق كبير. يانا زمان خبط على الأولاد والشباب أمور علاقتهم بسلفهم وأهلهم، حتى صاروا يعتقدوا أن الناس أشركوا لما أحبوا أهلهم بسلفهم. وهذه علة من العلل الآن بتزول، طبعا أخذت وقت فتنتهي، لكن البديل أين هو؟ يعني الأولاد المقبلين اللي يعرفون طريق السلف على الوجه الصحيح، خاصة الشباب. الكبار قد يكون عبر عليهم زمن، ربي تولانا وإياهم، لكن الشباب الآن يجيب الإقبال. عرفوا كيف كان طريق أهلكم، كيف حتى العلاقة بالأموات والبرزخ وغيرها، كلها ديانة تدخل دخول المسجد. هذه هي الأشياء التي تظهر فيكم سر أهلكم وآبائكم. الحين لما تشوفون الشجر، منتبهين لي يا شباب ولا في نوم؟ ها؟ ويجيب تبحث عن شجرة، تحصل الدنيا جادة، لكن لما تنزل عليه المطر تحصل الشجر نبت، ونبت هنا ونبت هنا ونبت هنا، كل واحد منكم بذرة تحتاج فقط مطرة وتنبت. ما في أماكن ما غير منبتة إلا إذا كانت صخر، وأحيانا قد حتى الصخر ينبت. فكذا إذا توجهت ونزلك نصيب ما ينزله الله من مطر الخير والبركة في مجالس الصالحين وفي مساجدهم وفي زواياهم وفي مواقع علمهم عند كبارهم وشيوخهم، ما يفوت على الإنسان مجلس من مجالس الله يدخل على قلبه شيء من هذا السر، هذا الخير وهذا البركة. قال سمعته في أول أبيات، يا سيد الرسل هادينا هي بغارة الآن، يا همة السابت الأقدار، أي همتهم؟ همة السابت الأقدار، معادن الصدق والسر. عندكم الآن معادن البترول والقصدير والرصاص، وكل ما انتهت عندكم المعادن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، ما هو المعادن دي اللي في الجبال والحجار. الأصل في المعادن الناس، لهذا قال يأتي على الناس زمان، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا عرفنا هذا الطريق خبر نصيبا، ثم عاد تحتاجون حد يجيبكم في بالنسبة لأصولكم، أصولكم طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بيض، يعني بتربي أذلهم. قال والبلد الطيب يخرج نباته، والذي خبث لا يخرج إلا. كم من إنسان بيئته وطريقته وأسلوبه وأسلوب من سبب من فرضهم على خبث، كما الآن الحقد حسد علل الأمراض. هذا وإن تعلم العلم وإن بلغ ما بلغ في الشريعة ولا بلغ ما بلغ في المدارس الشرعية، خبيث خبيث لا يعود بعائد، وإن عاد شيء بعائد يكون العائد يختلف اختلاف كبير عن عائدات السر والبركة التي كانوا عليها أهل الله ورجال الله. عليكم تحبون أهلكم ماشي كمان المحبة، المرء يحشو عمنا حب الله يجعلنا نحب أهلنا وسلفنا ونتعلم مهم ونتعلم بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تفضل. أنا سألت زيان إن شاء الله ساعات الجن يجي نظيف. ها؟
ديني تيوزين شكله صدقون الناس ما يتركون بعد يكون في نار جهنم.